ما هو الغاز الصخري؟ يعرف الغاز الصخري أو غاز الأرضواز أو غاز الشيست على أنه غاز طبيعي محصور في طبقات تشبه في تركيبتها الصفائح التكتونية الصخرية على أعماق تتجاوز 1500 متر تحت الأرض. يتكون الغاز الصخري بشكل أساسي من الميثان والهيدروكربونات ومواد تحتوي على كربون وهيدروجين والأخرى مثل الإيثان والبروبان والبيوتان، بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون النيتروجين كبريتيد الهيدروجين، إذ ينشأ هذا الغاز داخل الصخر الزيتي أو ما يعرف بالسجيل الزيتي، وهو عبارة عن صخر رسوبي صفائحي يتكون من حبيبات دقيقة بحجم الطمي والطين، والتي هي في الأساس عبارة عن مواد طينية غنية بالمواد العضوية دفنت منذ مئات الملايين من السنين في أعماق البحار والمسطحات المائية، ثم تراكبت الرسوبيات فوقه، وبفعل الضغط والحرارة تحول الطين إلى صخر زيتي، وتحولت المواد العضوية بداخله إلى غاز صخري، وبعد مرور فترات زمنية طويلة خلال الزمن الجيولوجي بدأ هذا الغاز بالهجرة من أماكن تكونه إلى طبقات صخرية أكثر نفاذية، مما يسهل الحصول عليه عن طريق الحفر التقليدي، ومن الجدير بالذكر أن معظم كمية الغاز الصخري تتواجد داخل صخور المصدر. يتم حفر بئر بعمق مناسب بالقرب من الصخر الزيتي، ويكون ذلك بحفر حفرة بشكل عمودي بعمق يصل في العادة من 2 إلى 3 كيلومتر، وخلال عملية الحفر يتم التركيز على تدعيم جدار البئر بغلاف صلب بهدف منع محتويات البئر من التسرب إلى الخارج، وبالتالي منع تلويث باقي أجزاء التكوينات الجيولوجية التي يتم حفرها، وبالإضافة إلى منع تلويث طبقات الصخور الجوفية الضحلة التي تحتوي المياه الجوفية بمحتويات البئر بسبب أهمية المياه الجوفية كونها إحدى مصادر المياه المستخدمة للشرب سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل. يتم حرف اتجاه الحفر بشكل تدريجي عند وصول عمق البئر إلى مسافة قريبة من عمق الصخر الزيتي، بحيث يصبح الحفر في هذا الجزء ممتدا بشكل أفقي على طول طبقة الصخر الزيتي التي يتواجد الغاز الصخري بداخلها، ويختلف طول هذا الجزء باختلاف المنطقة التي يوجد البئر فيها، لكن عادة يصل متوسط طوله إلى 1.5 كيلومتر. ومن الشائع استخدام طريقة باد دريلينج لتحسين عملية الحفر، وذلك عن طريق حفر من 2 إلى 12 بئرا، وأحيانا قد يصل العدد إلى 75 بئرا في نفس الموقع، وهي طريقة اقتصادية ولها العديد من الفوائد، لأنها تقلل عدد خطوط الأنابيب المستخدمة أثناء حفر الآبار وبناء الطرق، كما تقلل من مساحة الأراضي المستخدمة لحفر الآبار. بعد الانتهاء من حفر الجزء الأفقي من البئر يتم تغطيته وتدعيمه بشكل كامل، وبهذه الخطوة يتم الانتهاء من عملية الحفر، وكخطوة بديلة في هذه المرحلة يتم تشغيل أنبوب فولاذي على طول البئر موصول مع عبوات أو حزم تساعد على عزل وتحديد أجزاء من صخور البئر المراد كسرها هيدروليكيا، وذلك عن طريق استخدام وتمرير خليط وجزيئات لتثقيبها وكسرها باستخدام العديد من المعدات. يتم تجميع الغاز الصخري واستخراجه عن طريق عملية تسمى التكسير الهيدروليكي، وذلك بتمرير أو ضخ خليط من الماء والرمال والمواد الكيميائية بضغط هائل عبر البئر، وهذا بعد أن يتم حفر بئر خلال الصخور بشكل عمودي، ثم حرف عمليات الحفر بشكل عرضي خلال طبقات الصخور، ثم إحداث تفجير على طول المستوى الأفقي للبئر، وبالنهاية يتم ضخ سائل التكسير بئر بالبئر بهدف دعم الكسور المفتوحة وتمديد الكسور التي تمتد عادة لمئات وآلاف الأمتار، لتبدأ هجرة الغاز من البئر عن طريق انبعاثه على طول الكسور الناتجة. عند دخول بئر الغاز في مرحلة الإنتاج يتم استخدام نسبة من سائل التكسير كعامل مساعد من أجل فتح الكسور الهيدروليكية، وعادة تصل هذه النسبة إلى 99% من المياه والرمال، كما يتكون 1% من سائل التكسير من كل من حامض ومزيل اللزوجة العضوية، بالإضافة لمواد كيميائية أخرى تساعد على منع نمو الكائنات الحية الدقيقة، تقلل من الاحتكاك وتحد من تآكل محيط البئر.
يوجد بعض المحددات التي تحد من استخراج الغاز الصخري، ومنها بيئة الترسب. تختلف صفات الصخور ومكوناتها باختلاف البيئة التي تتواجد بها، فيما إذا كانت بيئة بحرية أو بيئة غير بحرية، فالصخور الموجودة ضمن بيئة بحرية تتميز بأنها صخور هشة بسبب احتوائها على معادن هشة كالكوارتز والكربونات والفيلسبار، كما تحتوي على نسبة منخفضة من الطين، وهذه الصخور تستجيب للتحفيز الهيدروليكي بصفة إيجابية. من المحددات التي تحد من استخراج الغاز الصخري أيضا العمق. تتراوح أعماق وجود الصخور التي تحتوي الغاز الصخري من 1000 إلى 5000 متر، وعموما تتعرض المناطق الضحلة التي تقع ضمن عمق 1000 متر لضغط أقل على خزانات الغاز الصخري، مما يقلل من القوة الدافئة على الغاز. من المحددات أيضا التي تحد من استخدام الغاز الصخري المحتوى العضوي الكلي، النضج الحراري، والموقع الجغرافي، حيث تغطي المنطقة المحتمل وجود غاز صخري فيها أقل من نصف مساحة الحوض الكلي عموما، إذ تقتصر على الجزء البري من الغاز الصخري وحوض السجيل الزيتي، أي تلك المناطق الغنية بغاز عالي الجودة والمحتوي على تراكيز عالية من الموارد. إيجابيات الغاز الصخري. يوجد العديد من إيجابيات استخدام الغاز الصخري، ولكن لتحقيق الفوائد العديدة المتمثلة في الاستخراج المعزز للغاز الطبيعي، ينبغي تطوير موارد الغاز الصخري بأمان وبطريقة مسؤولة بيئيا ومقبولة اجتماعيا. ومنها خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين كأكسيد النيتريك وثاني أكسيد النيتروجين، وذلك عن طريق التقليل من استخراج واستخدام الفحم والتحول لاستخراج الغاز الطبيعي إلى جانب النمو المستمر في مصادر الطاقة المتجددة. من إيجابياته أيضا ضمان الغاز الطبيعي كمصدر طاقة أفضل من الغاز الأحفوري الوقود الأحفوري. فوفقا لوكالة حماية البيئة الفيدرالية التي قارنت بين متوسط انبعاثات الهواء الناتج عن توليد الفحم مع انبعاثات الغاز الطبيعي، تبين أن الغاز الطبيعي ينتج أقل من ثلث أكاسيد النيتروجين ونصف كمية ثاني أكسيد الكربون و1% من أكسيد الكبريت في محطات الطاقة. من إيجابيات الغاز الصخري أيضا توفير الوظائف لإعداد كبيرة من الأشخاص عند إنتاج الغاز الطبيعي وصناعة الغاز الصخري، بالإضافة للتأثير على الاقتصاد بشكل إيجابي من خلال تحفيز وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة العائدات الضريبية. من إيجابياته أيضا إمكانية إنتاج كميات كبيرة وسريعة بكلفة منخفضة نسبيا، حيث أن 32% من موارد الغاز الطبيعي موجود في التكوينات الصخرية. ومثال على الدول التي استفادت من موارد الغاز الطبيعي الولايات المتحدة الأمريكية. فاستخراج موارد الغاز الطبيعي من التكوينات الصخرية أحدث ثورة في صناعة الغاز الطبيعي، كما ساعد استخراج الموارد على توفير 40% من إجمالي الغاز الطبيعي فيها سنة 2012. ما هي سلبيات استخراج الغاز الصخري؟ لديه عدة سلبيات، وخاصة على البيئة، على المياه الجوفية، وعلى الصحة. لنبدأ بسلبيات استخراج الغاز الصخري على المياه، حيث تمت دراسة استقصائية وتحليلها إحصائيا بإجراء مقابلات مع العديد من الخبراء التابعين للوكالات الحكومية وغير الحكومية، وخبراء تابعين للمنشآت الصناعية ومن الأوساط الأكاديمية، من أجل تحديد المخاطر والمشاكل الناتجة عن تطوير استخدام الغاز الصخري. وبهذا تم إيجاد ما يقارب من 264 مشكلة ناتجة عن استخدامه، ومنها 9 مشاكل متعلقة بالمياه. فقد بينت نتائج الدراسات أن أكثر المشاكل الخطرة الناتجة عن استخدام الغاز الصخري، وباتفاق فريق الخبراء كاملا، هي مشاكل متعلقة بتلويث المياه، إذ أن المياه تعد أكثر الموارد عرضة لخطر تطوير استخدام الغاز الصخري، ويعود ذلك لعدة أسباب، منها تلويث مصادر المياه السطحية والجوفية عن طريق 3 مصادر، وهي تسرب وانبعاث المواد الكيميائية وبقايا الحفر إلى المياه، واختلاط سائل التكسير مع مصادر المياه السطحية والجوفية، والتي تشكل مخاطر كبيرة على جودة المياه بسبب سمية بعض هذه المواد. الهجرة الجوفية أسفل الأرض لكل من المواد الكيميائية والغازات.
من الأسباب أيضا هدر كميات هائلة من الماء خلال عملية التكسير الهيدروليكي للصخور عند صناعة الغاز الصخري، مما ينتج مياه ملوثة تحتوي على مواد كيميائية قد يكون من الصعب معالجتها والتخلص منها. حدوث تآكل وتعرية للأرض بفعل الاهتزازات الأرضية الناجمة عن عمليات التكسير الهيدروليكي. أما فيما يخص سلبيات استخراج الغاز الصخري على الصحة، هناك الإصابة ببعض الأمراض المزمنة نتيجة استنشاق السيليكا والغاز مثل المركبات العضوية المتطايرة وأكاسيد النيتروجين وكبريتيد الهيدروجين على المدى الطويل. الإصابة ببعض الأمراض الحادة نتيجة التعرض العرضي للغازات الضارة مثل الدوخة والصداع وتهيج العين والجهاز التنفسي. التعرض للضوضاء الناتجة عن استخدام آلات الحفر، إفادة بعض التقارير بوجود حالات وفيات بين الحيوانات الأليفة والمواشي وتشوهات الولادة في حيوانات المزارع القريبة من آبار الغاز الصخري، مما يثير مخاوف من احتمال تراكم السموم وانتقالها للبشر عبر السلسلة الغذائية.